مدرسة ميدلينغتون المتوسطة هي مدرسة عادية فيها تلاميذ عاديين ومشاكل عادية، ولكن حياتي أنا ليست عادية على الإطلاق، فكما ترون لقد تربيت مع الحشرات. فهمتم الصورة؟ لا شيء، يبدو أنه مسلي. نعم، يجب أن تجربيه. أوافيك لاحقا. هل رأيت ثوب كريبي؟ لو عندي مثله لرميته. مرحبا كريبي. مرحبا بادج. شعرك جميل كريبي. من رتبه لك؟ مقبس كهربائي. إنه هناك زوج ذبابات مزعج. لا تدعيهما يؤثران عليك، فهما يغاران من أسلوبك. شكرا لك بادج. يجب أن يشعرك هذا بتحسن، إنهما بطاقتان مجانيتان لمتحف ميدلينغتون للشمع. إنه غريب ومدهش ومظلم ومجاني، سيعجبك هذا مؤكد. متحف الشمع؟ رائع، سأخذ أنا البطاقة هذه إذا كانت كريبي لا تمانع. نريد جولة مجانية. دعيني أرى هذه. معك بطاقتان للجولة باء. كم أكره هذا العمل. اعذرانا لهذا الغبار، يبدو أن عامل التنظيفات غائب. لدينا هنا أحد مواطني ميدلينغتون البارزين، إنه بيتر فاندرسون، بنى هذا المتحف عام 1856، ويقال إنه بعد فترة وجيزة اختفى. فلنكمل أرجوكما إبقايا ضمن المجموعة. وهنا إننا أمام جزء من تاريخ ميدلينغتون الأسود، سجل للمجرمين. ها هي ابنة صاحب منجم الفحم الحجري في ميدلينغتون. كانت فتاة سعيدة على كل الأصعدة إلى أن تعثرت ذات يوم بعش نمل، ولعلها كانت تكره النمل، فاختفت بعد فترة قصيرة في ظل ظروف غامضة لم يستطع أحد معرفتها يوما. أما هنا الكابتن في الميليشيا ناثانيال يال، الذي كان خائنا في حرب ميدلينغتون الثورية، استعمل أمواله غير الشرعية لبناء كوخ، وقد سبب في ترحيل العديد من الحشرات في مكان يقطع الأشجار. وها هي برودنس فيرويذر، كانت تعشق استعمال الذبابات في الجرع التي تحضرها. إنه ريجينالد واسنول، إنه صياد إفريقي مهم، وكان جمع الخنافس الإفريقية من أهم هواياته. وأخيرا سيسيل نايتشيد. متأكدة من أنه يكره الحشرات. وحشي، كان الكثيرون يكرهون الحشرات فيما مضى. هذا غريب. وهذه هي غرفة الغرائب. هاي، من يكون هو؟ إنه الأخير من نوعه، إنه أصلا من هنا أقله قبل بناء هذا المتحف. كاكوس ريفرس، هذا هو الخنفس الشمعي الصيني. متأكدة من أن بيته هو الذي دمر عند بناء المتحف. حسناً، أياً يكن فهو مجرد كائن قبيح. أنا أظنه لطيف،
هذا غريب، من أين يأتي هذا التمثال؟ إنهم لا يقولون لي شيئاً. يبدو حقيقياً ومألوفاً. هل أخفناكما؟ كان هذا مسلٍ. صحيح؟ لا، لقد خدعتماني. حقاً؟ نعم، ظننتكما من البلاستيك وليس من الشمع. لم يكن هذا ما خططنا له، صحيح؟ لا تتفوهي بأي كلمة أخرى. عذراً، هل رأيت المرشد؟ لن تساعدنا كثيراً، أظن أننا وحدنا. هناك خطب ما، ترى أين ذهب المرشد؟ الأمر مؤكد، لقد ضعنا. ما؟ يبدو أنهما تحولتا إلى شمع. أنا أفضلهما هكذا. علينا فعل شيء ما؟ أفكر، ليس لدي أي فكرة. أتريد أن تعضها؟ ساعداني. يبدو هذا سيئا، سأذهب لإحضار المساعدة. لماذا تريدين مساعدتهما؟ ألم يصبهما ما يستحقانه؟ أياً كانت الحشرات فكلها متشابهة. عرفت ما حصل لمنزلك، إنهم كرهوا الحشرات، يمكنني تخيل الأمر. المزيد من كارهي الحشرات، والمزيد والمزيد منهم، وهكذا استحق هؤلاء كل ما حصل لهم. ومن ثم وجد فاندرسنت فرصة عمل، وهكذا قضى على شجرتي أيضاً. دمر كل شيء فقط لبناء المتحف هذا. وماذا عن كارلا وميلاني؟ إنهما مزعجتان، رميت هذا عليهما مجاناً. أظن أني أفهم شعورك، لكن ألا تظن أن هذا كثير عليهما؟ حسناً، ربما، لكنهما تستحقانه. بسببهما أنا عالق هنا، لا مكان لي أذهب إليه. لابد من أن تستطيع الاستفادة من كل تلك الطاقة وكل هذا الشمع. أنا لدي فكرة، لكن أولاً دعني أطفئ المكان قليلاً. لم أستطع إيجاد أحد لمساعدتنا. لا تقلق، سوف يخرجان في أي لحظة. هل أنت جائع؟ أدعوك للأكل. هاي، مرحباً، كيف كان نهاركما؟ مذهل ومثير جدا. بدأ المطر بالهطول، علي أن أذهب. أراك لاحقا. أصبح أملس هكذا. ولكن ماذا؟ لقد قلت لك لا تتفوهي بأي كلمة أخرى. ماذا حصل لهاتين الاثنتين؟ أهلا بكما في شاليتك. ماذا يمكنني؟ ألديك شراب بارد لي ولأصدقائي أيضا؟ فنكاد نموت عطشا. أود عصيرا طازجا. أريد شطيرا. كريبي، جيد أن تأتي لزيارتنا. شكرا مجددا، فمنزل الجديد رائع، فكان لابد من أن أستفيد من موهبتي. هيا عد إلى العمل. هذا العمل مريع. القنفساء الشمعية ليست الحشرة الوحيدة التي تنتج الشمع. الغدد المفرزة للشمع موجودة تحت بطن النحلة. هذه الغدد تنتج الشمع حيث يمزجها مع العسل لصنع المساكن. إنها حياة صاخبة.